والآن وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. الجولة الاقتصادية ودينا فكري، إليك دينا. شكرا لك يوسف وريهام، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني بعد تعاملها الإيجابي مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وأشار المركز إلى استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة بعد موجة من تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من دول العالم، حيث أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. تستضيف مصر الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هالة سعيد أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما لها من تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974، مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك بلغت أكثر من 16 مليار دولار. انطلقت فعاليات معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة ومضارب الأرز، وذلك بأرض المعارض الدولية بمدينة نصر. بمشاركة العديد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مختلف مجالات صناعة الحبوب، انطلقت فعاليات معرض تكنولوجيا صناعة الحبوب في دورته 22 بأرض المعارض. هو المعرض بتبقى فرصة طيبة جدا لعرض معظم منتجاتنا. احنا حضرتك شغالين في مضارب الرز بالكامل، خطوط كاملة، في خطوط الغربلة، خطوط التغليف، يعني في مجموعة خطوط السمسم، مجموعة كبيرة من العلف وهكذا. يعني عندنا فيزا كويسه قوي بيتجمع فيها كل المهتمين بمجال صناعه الاعلاف والمطاحن وتعبئه الحبوب والمواد الغذائيه، وده كل الكاستمر بتاعنا اللي المفروض احنا بنترجته اصلا بره، فاحنا بنقعد في المعرض وهم بييجوا للعملاء، فطبعا دي فرصه كويسه جدا ان احنا بنقدر نتواصل معهم بشكل افضل مع خطوط انتاج، مع مكان طباعه، مع كل حاجه. المعرض فرصه ممتازه بالنسبه لنا ان احنا نيجي نعرض المنتجات هنا، وفرصة كويسة برضو ان احنا نخش في المنافسة مع الشركات الاجنبية اللي في المعرض تحت شعار صنع في مصر. جميع الشغل بتاعنا والمعرضات الموجودة ديت صنع في مصر. يضم المعرض أكثر من 30 شركة متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحبوب لعرض الآلات وحلول التصنيع المتطورة في صناعة الحبوب المتطورة والحديثة. المعرض يمثل تطوراً ونقلة كبيرة لما يتضمنه من تكنولوجيا متطورة في صناعة مهمة تمثل قطاع مهم في الاقتصاد المصري لما يلبيه من احتياجات الغذاء للمستهلك المصري. تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقي 589 جنيه ليغلق عند مستوى 689 مليارا و566 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجاك 30 عند مستوى 10461 نقطة، وأغلق عند 10438 نقطة متراجعا 22%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان عند مستوى 1821 نقطة، وأغلق عند 1830 نقطة مرتفعا بنسبة 48%. كما فتح مؤشر إيجاكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 2758 نقطة، وظل مرتفعا ليغلق عند 2000
768 نقطة، مرتفعا بنسبة 38%. أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوباك أن الكويت تستضيف غدا الأربعاء الاجتماع 8 بعد المئة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين، ويعقد الاجتماع بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لوزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء. وأوضحت المنظمة أنه سيتم استعراض التقارير المعدة خلال النصف الأول من العام، ومن ضمنها التقارير الربع السنوية حول الأوضاع البترولية العالمية وتطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين وغيرها من التقارير. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة إلى يوسف وريهام. شكرا لك دينا.